بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. وعن كسو جرني كتاب المنهي عنه وحيالها الرهيبي أيان كسو جرني وحباب كينو قدم بحالوها مركات بينات أما شهادة الزور إن حارانتها أو أرنتيد آد أي وأدكت. وحباب كان شيخ مشان أبابي إن حارانتها قف إن عينتيس شخص هان لون على ذا أما حيوان نفتيس إن الله على ذا أوليها لعنة الله إلهي إن على ديسا كوغد عدو إن قفك شخص لو لقست أما حيوان نورش نفتي لو لقست تاس أيو بابويا أيضا. لكن أن روح لو لقست إن سي جود هان لو شيغا أسألوا الشيء دون. باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد وحديث كن شنبق الكنتن إيكو أيان مرينا. عن أبي زيد ابن ثابت عن أبي زيد ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. صحابي الثابت ابن الضحاك أرير أنصاريدة، وهو صحابي جاس من أهل بيعة الرضوان، وعكمدة يدتكي بلغ النبي كرق علي جيت هوستيس وسورة الفتح إله كشير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة دتكي اللي يري أيو كمدة إن كان ثابت إمدحاك لها dad kaas kuni 400 ee meeshaas lagu tilmaamay oo saxaabi ya nabiga ballan kula gareen dhamaantoodna oo ilaahay baraali ka noqday. saxaabigaas wuxuu yiri qala wuxuu yiri qala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam man halafa qufki dhaarto ala yamiinin dhaar korkeedo ku dhaarto بملة دين كدارتو دين تاسو غير الإسلام إسلام كأنا أهين كاذبا نبين أقدارتو متعمدا قص أولكعي قصد أسمي فهو كما قال وسيد أيري وقالوا يا وامل عشرين تكوهات عيري مركو دارنا نايبا يهودا نح كريستان بانا مجوس أن دين الإسلام كان قال سازوده كدارتي دار أن دين الإسلام ك بابا كبا حيقولي هذا ساس يلا تضبط ساس هذا لا موت مركو هذا الكاس ليه هنا كس بقولي عون النبي قال سيد أي رواي إسلام بابا كبا حي هذا الكاس مركز كاس وبعي كس ند أتري إسلام جو إحنا كدارتي قال لما بنا كيف قوتا شا إسلام ما بيهدب حديث المركة سدح أم أفر شيء أي تلمام دون مد ومدس من حلف أركا أرنتس خطر تيذ بايلير قال مبين قال الحيلين قال مبين أنه هذا بسيداس إسيداس أديه هو أما سيداس يش هو أركا دب كاسو دب كاتا وقالوا دي مسلم ما إهد إسلام بنا كاتك جوكتا أغاو من حلف قفكي دارتو على يمين دار كدارت كوركي بملة دين بو كدارت غير الإسلام إسلام كان النهين كاذبا بين أدارنايا متعمدا كسو لقصتا وحكو قصب مالا لكن هذا الدين تك بعتان كذا حب إيو قصب لجوشة ولجدلة أما قالوا لويرة تاس أضنفت هذا كفر طي لب ملها قلب هذا ولا فيرن
معنى هذا وحد لمته وعوي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سيدا سيادة تسيسا هذه مركي اللي قصب هذا القلب هذا الدكان اسكي قاعينيس نيداد أي دكانات كم قالوا ميز وقالوا به وصاص لقو قدين لكن هذا بيان أقدارت كسنات أقدارت وحكو قصب أجير إسلام وحنا يهود إيو كريستان أقدارت مع السلام فهو كما قال وسد أجير ومن قتل نفسه نكي نفتيس كدير بشيء شيء كدير عذب قفكس والعذاب به شيء كاس لو عذاب يوم القيامة وأرنت اللبات محيطاي نكي إسدل بي إسكردية سن عبية رصاص إسكرد فيا بالله إسكرد فيا نك مال قري غرفت إسكردية جيبي إسكردية نكي إسدلة مركز دينتو عذاب ولا عذاب وعلى واحد إسكردلي اللو عذاب النار لو دي بين نار هذا ساس لقو قلنا يا قطر و تتك إسدلة أو بيا إسكردة يا أما سن عبية أم إسيون جينا يا أو حرق إن مال كسر الله تتك قالتها أبدا لكن ضبطنا الإسلام شيئا نفسه سمين خطر وين والدم بوين حرام وين ومن قتل نفسه نكي نفتي سدل بشيء شيء بالغدا وحنا قطب سن عب جيب عب عاد اسكرت جيب كسودع بور كسودع اي كان عذب به شيء كاس له عذاب يوم القيامه وليس على رجل افكر كي سماها نذر فيما شيء وكن نذر لا يملكه أسنهنن واحد هيسن وحسن كن نذرة سيدة إساء سانيالة وحسن بحنا وما بهاي واحد ملكين وقعانك وجر إن كن نذرة مركا إذا كوما بنا وليس على رجل كركي سماها نذر النذر فيما شيء لا يملكه أسنهنن مع الشيء تواكم فير أفر مسألة أي حديثك كهضر مسألة قدام بيسة الشيخ بابكين واللعن المؤمن مؤمن كلنا على ذو كقتله دلكيس أي لمتها متفق عليه حديثك مسلم غاري صحيح مفكو مركو استرى لعنة الله استرى أذيكو بالله بكري أسلمتي نعلى ذو حفي عنه ذو أن حارس قال لك فوقها الشيء قف مسلم مؤمن لنا على ذو ونعلى ذو لقطورو أديو ديلي إيه أسوأ أسكوميد وفرق إذن ما كان دحي فكان معنى هذا معايتاي تحريم لعن إنسان بعينه إن الله عاد إليه بنانه ولعن المؤمن مؤمن كلنا على ذو كقتله ديل كيس أي لمت عديد كمعو نوفا إذي نبيان ونوشيغ إسلام كالدين أنه نينك قدارتا كسنا قدارت إنه قالوا قفكي نفتيس الشيء اسكو ديلو شيء اسكا هاي انو لغو عذاب مالنت قيام وحسن قفك هاي سي انو كن نذرنا ايضا انا اي ما تؤمنانين نذر كيسا سعوني ماهي وحاكا الويري مؤمن كاللان على ذن دل كيسا يلمد افر تشيب وافر ام بنانين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو النبي لا ينبغي أمهبون أمنا بنان من وعننت جدن أمها لصديق من صديقة أن يكون إنو أهذا لعانا لعنة بضاني صديق وحيكم بضان على المقت والدرجوي سيدو أبو بكر بمحلوه مقع أبو بكر الصديق محلوه رم بضان وواي يا نبي الله عيسى هو يث مريم محلقوم لقوم عاد وأمه صديقة رم بدر أي اللب عيي والدرجة كحكت أنبياء إله مركو تلما درجة سرواء ومؤمن أوجار ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين مع كحك يا والصديقين درجة الله بدواء
مركا صديق والدرجة وين أو مؤمن كأجار قف رم بدن أو صديق درجة أجار إنه نعلا ذهب بذي جد أمة يعني وحوي دبي عديسي أخلاق ديسنا كمد ما لا ينبغي لصديق من صديق رم بدن وحوى إن يكون لعانا لعنة بدن تذكر نعلا أدب أجوس سهلنت ما فيعنا رواه مسلم وحيتا وأكيدونا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال وحير أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون كوحنا على الضبضا شفعاء ما نتقيام وحوما الشفيعة مركا المؤمنين شفعاء قال لقدري ما سبت محالا لقدري دنبي قاساب دنبي في عنا أنهم ولا شهداء مركاتين من نقضاء يوم القيامة ما ننت المؤمنين مركا عيانا الشفاعة قاذا هي ضدك أدونكم مركا جوغان على الدبادة وعير من نقضاء لا يكون ما هذا اللعانون كو احنا على الدبادة شفعاء كو ارقية وشفاعة قاذا مركي مؤمنين شفع قاضيان من نقدان ولا شهداء مرقنا مقلا من نقدان يوم القيامة رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو النبي لا تلعنوا هأسكن على الذين بلعنة الله إلهين على ديس معيل إبليس لعنة الله قد عاد إذن كان هنا ذاتك لعنة الله هنا أسكن على الذين ولا بقضبه إلهي على ديسنا أسكن على الذين ولا بالنار نار نوحوه أسكن لعنه أسكن هبارين انت بمحيل أرن في عنما لعنة الله قضب الله إلهي هكو النار نار إلهي محكرك عداك الموت ذاتك النار أسكن هبارين عرض الله نهاسكها بارين لعند الله نهاسكها بارين ما فيعني كفر هذا وفعلهم عرب كوجد الله كوجد دعد نعلد الله كوجد دعد نار الله كجري ساس هديهنا وين ما فيعني والدم بي أو ما فيعني أخلاق فعل لا تلعنوا بلعنة الله هاسكن على الذين ولا بقضبه قضب الله عرض الله هاسكن على الذين ولا بالنار إذن هسكن على ذنوه رواه أبو داود والترمذي وقال وحيد حديث حسن سعيم بيلين بركاب بابك نعلت أيام كجر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبي ليس المؤمن أفكم مؤمنك رجئها وينوح النغضب ماها بالع بالطعاني مد وحدوريت بدل وتدك وحكا شيغا نصب كود الدور ما ولا اللعاني مد وحل عن رضانا ما ولا الفاحش مد حمان فسميانا ما ولا البذي ولا البذي هذا الحن مدك هذا لنا ما بذي وصوم مرنم عن الوحوي هذا الله حن حن كوس كلف ما وحوي شن وعفر صفة أفر تلمامه أفق مؤمنك إنه كدر هذا وين مد كوبات إن ضدك نصب كود كون كوفي عن ما ولقى نسب روي أفق شرفتي سمال وقدع كان واسيدا مؤمن دبي عديس إنه ضدك وحكة شك شيء ما لبعض مد وحنا على ضدك كطورنا ما سدحات حمان مد إسكو فاحشة سمايانا ما هذا اللحن متكو هذا لنا ما بركا وأفر تلمامه أم في عنين أفكم مسلم كمؤمن كان كوها بونين ليس المؤمن يعني وحل رجل من صفات المؤمن كمد ما مؤمن بالضعان مد وحضور البدن وحك شيء البدن ولا اللعان مد لحن على ذنا ما ولا الفاحش مد حمان سمينا ما ولا البذي هذا الحمد كهذا لنا ما أيونا بكير رواه الترمذي وقال حديث حسن
نعلد مركا وحيتها إيو إرك إلولك رمان إين لغا علين دونا بل في رمشا عن نبي الدرداء رضي الله عنه صحابي وحولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد الضومك رقيها ونوحو هذا إذا لعن شيئا هدو شيء نعلده سعيدة اللعنة لعنة ويكري إلى السماء عركي آذي لعنة مجد قفك كسوة بعيه وضوح كسوة طور عركا لآدنا فتغلق والحيري أبواب السماء البابها السمد دونها أنت يسوقنا البابها الله يحيري أفك هذا من غير كسوة بعضه قفك كتور توس قفك آذي ميسي عركا لآدنا وح في عينيه الباب السمد أي الله حيري فتغلق أبواب السماء سمد الباب هذا بالله حيري دونها إذا سكوتين ثم تهبد ويكسو دعي كسو هوبري إلى الأرض ألك لغسو عليني فتغلق أبوابها نلك البابي الله حيري دونها ثم تأخذ ويقاد يمينا وشمالا مدك بي أنت أبح ما لا يمرتي دي مقت ولا وكسو وين بدا حي ونقون وعب ما هيس فاذا لم تجد هدين هلين ميل اي مساغا ميل اي كش اي مرت مساغ وحوي مدخل جد مركا وين عرك لو ديت ولك لو ديت ميد قالك على ديت بدا حي انك على ديت ميل اي جد مرت مركا ويسو البابي اي جدتك لغا خيرو رجعت وين نقوني إلى الذي كيف يكون نقني لعنا قفك على اللغطور أي توسو آذي مر وحال فيرنا قفك أسغى نعلد مكوها بونتا مسكو مها بون هذا يكوها بونتا توسي أسئو قيلي مر هذا يكوها بونين أذيك أدب لغو سعيل أفك هذا كسوب بعد أدب لغو سعيل اختر وصوما نعلد مركة إن بضن وضفك وكبها الكوض نعلا كسدام كيالي نعلا يا دمر كقار هاب أبضنا ذي المعيير ير أو مساكين توم بدم بقبلنا نعلا سدام لمرك ليرة كور علوا لودي علوا لودي ميدي كبد علودي عنق نعلت قبل مي قف كي كسر بعد دب نعلت ووسر نقني مركان نعلت إن لقف خطر عظيم وايد كلمة كلمة في عنا ما مع أن هذا المحيط نحريس إلهي الله كاف وياي مركان مسكين كانت هباري ما هذا نعلد إلهي أقف وين إبليس أيه لعينه الله نعلد ذه وكم في المرك فإن لم تجد ثم تأخذ ويقاد يمينا ملك وشمالا بدح فإذا لم تجد هدينه مساغا مال أي قش إي وضع أي مرت مساغ وصداس وضع أي مرت هدي ويش رجعت إلى الذي لعنا كي لغونا على ذبي كنا قني فإن كان هذا أحد كلغونا على أهلا هذا أهل على ذوية لذلك فذاك أرنت وابر دمات وإلا هذا الأهل وأهل رجعت ويكسر نقني نعلد إي بلا يذيذ إلى قائلها نكي يريبي دبك وكسر نقني بركاوه وركس ورفي عن ما رواه أبو داود نركوا الدم بوي أو مضن أي وأبي يلي نواي إن لقفير سد مهم واي وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما لبدا السحاب وإصدلين عمران حسين أبي سؤال لبدا السحاب قال وحير السحابك وحنصوم الرمات قف قفك نفتيس حتى حوله حيوانك إن الله عن ضماء يا بينما وحير وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وحير رسولك إلهي في بعض أسفاره سفر ديس قارقود النبي كسوغيه وصحابته لسعود سعود اللي بينما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سفر قارقود كسوغيه سفره سفره وامرأة هويني أما بالعام أو من الأنصار قرد الرهن أنصارين يا على ناقة هل سارنت
اسلام مركز دتك سعوتها او سعود عكمد اسلام هشيد سارنت فضجرت ويعانت هش فلعنتها هش بين على ضي نعلت كل عد ايدها او مركز هشي كل حقوق وحي روايت كورنو اماد دونتا ميل لير او دوبنا نبي صوص عدم الى نبي امبدن دتك سعوتها مركزين او سفرتي عيد وسعود نبي مهرك عجل تتكا كهوري أسجدان أيو كسعون يا سعون هدي أسجد هر قبته سعود كأسب والله بحسد ضد سكي ليدن كو أن سعونك إن أهرة تيك سك اسمع تد بدنا كو بابا سيد مركان كذال مرك أسجد جر نينك سعود بدنا نينك رتيز وسعون هاي كن رتيز ضعيف كاي ولا سهرة نبي قال له لك دبيدنا كذال مركز أسير قدار وقصة سعين هوس وسوس سعين نبي مالير وتقنتقنة ولا مرة نبي قصوتها من الأرك أين عيوه ارتيس مرانا يسكوديا هالشي حوا كوير ما دحتاجته نعلت كل عدي أي لهت هالشي أي نعلت كتورتي قبرتي وحد عاي فير مر فضجيرت ويع عنانت وهاش يعني ما دحدي جد فلعنتها هشي بين على ضي فسمع ذلك رسول الله نبي مقلي اسلام تو هشي على كتوري عد كذا سوق فقال النبي خذوا ما عليها هشاس رك سار اي وحي لو عنتو سار هلقا قات ودعوها اسكت داي دورك ادي فانها ملعونه وانا على ضنت وعود هشاس سوما رك علبت على قد جي سيداي دورك هاك شيء وواحد نعلت قبلنا لصعنا مهيان وحيوان فير بالأدق محزبود من واحد لقسم نعلت وحسها للماء تتك أفكو آد بيقسا لكن والدم بوين نفكي وحليري رك علبتك قط سيداي ملعونة صحابي رواية محيدي دونتا هشي أسك صعطو عد أدواني نور بس كعرارة أن أركبوا لي دور السحابي روايدا سوصعت وحجيري مركفس خذوا ما عليها وحصارا كقات ودعوها كتغف فإنها ملعونة هشوا أن على ظنته قال عمران وحجيري قصد موقت مرضم وكشكين كأني وابأني أراها أجير الآن هذا تمشي إذا صعوني في الناس ذاتك الحديث ما يعرض وحبن بحا أجر لها هاشو أحد نقف هذا وحير وإيسي مقتاولة الشيء كذا أسوه مرض موشي ما ننتا سوحي لهاشي مركي فرك اللقاء قاتل لدي هذا وحيسي مقدر أسي جيدا هاشو اسك صعوت أو عد داريس أين جير أحد وحير إيسي مقتاولة هذه موقت أو أرين دعدا كجو ومرضى من ضد وشي كين شي كذا مركز حتى وحقي مقت سي هو شي ودعيس حتى ورجيا سياد بوري بركة حولهن يا سدا سالون على ضل الله أقلين روح مسلم وعن أبي برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال ورسول أصحابك لو غرني بينما وقت جارية جبرية جارية مركي اليهوار لأن يرأه على ناقة هل كركت صار عليها أيضا على ناقة هل وحوى يسار عليها هش كركت فرق صار بعض متاع القوم تتكي سعوت داي ألابتو دا قاركت أي هش سارنت جبرت هش أي سارنت إذ وحير باصورة وحي باصورة وحي أركت بالنبي سيدوغ هشنا صار ألابت دتك كمدنا يسارنت بين نبي قصوص صعد أركت وتضايق بهم الجبل سببتك أنت هشي أي نعلدي مالير أو تقن هو دق لقبحي أي ربان أي نبي قرتيس مرا هشي حقوم مضعديك يو كير أتكات مش بي وتضايق وكعريريو بي بهم أيق الجبل بورتي أما ماشي تكدي لمرأي فقالت وحيت حل أين هذا المقت حل والمقت ها أنكدي نانك لا إذ معي كدي حل
هل معنى ذن وحوي وعنان تجيل مركي لعنان ما هو جع أكل هذا اللي قولي حل مركي تيري اللهم ألعنها لبضنا إلهي نعلتها قد عد أيدها ديها جبري مركي حل تيري وهاش أي حل أيش أكل كوك تيري أيدها دي نعلت قد عد لبي حدل إيو إنكار قد عد قبت ودث وارد هم جنيف كسومة إنكار بلاي كوش يجا محاكو دعي مرك فقال النبي وحبير لا تصاحبنا يين نلس عن أي نلس صاحب ناقة هل عليها كر كذا لعنة هل نعلة وإلهي نعلي دي زي كود عدي أي نلس صاحب أنا قفقت تيور محاكو سومر ألابتن وجود جيو أن لورد وارن نلما صاحبيس ترك هنگا كشين نعلت الله يقبتا مركان هذا الكاس ذاتك آد بس اقوفو ذو دياي كلمة نعلت إن لسك إلالي ودم بوين ويرواه مسلم قوله حل معنى هذا بفتح الحاء المهملة حاء دبع لهن لأغري وإسكان اللام لانت الرغيب حل وهي كلمة وهضل لزجر الإبل قال مركي الوقي له أنا أنا ناي هاي حل عربت هذا دواء ماشى مركا وحمقته شيخ ونوش يقربه هالشي هدي لنا على ذي مرض ما اللي انتفع سنة كره سيل ليالا نفكو أبن على ذي ها نوع رك إنه جد جي دورك وسي داي سيل ليالي ما الله كذا كره حكم كلام الله قصة ما يسني كرا أرين تبور وشيخ إنه الشرح ينقب بحيوس نقب جاهل بحي وعلم أقاو أدي كان لقول هذا أن هذا الحديث حديث كان كور رمى يا هشي لنا على دو النبي النجد أي أي نودو أكتين إمادا قد وحل أركايوش تكلوا معناه حديث كإنه قدك معنيد إشكال كجل حقه مجدئ سليل مجد إنه كجل ولا إشكال فيه شيء وحده مقدك مجرى حديث وركيس وعده قد يشتكل معناه معنى يشتكل معنيس إنه إشكال كجلا معناه لفهم وي ولا إشكال في إشكال لما له بل المراد دنت وحرنت الله لج هذا النهي أن تصاحبهم إن إلا صاحب تلك الناقة نبي وحدي صعد كذا إذا كان صعده إن إلا صعد أيو ديري لكن إن السوق لقي يقول لي إبي برامج كل قصة به مديري لكن وحودا صعد كان أن صعنا يين أن لسعن وليس فيه كم السجن حديث نهي ريبتان عن بيعها إن اللي يبصر وذبحها إن لجورع وركوبها إن اللفول في غير صحبة النبي سفر كان نبيه والله سعود تذكر هذا إلا صاحبته وتذكر أي رتاع أم أي قشاع أم أي إبسدا تصيدها وبنانت لكن النبي محدد سعود كان أسر وسعود إني وحوى أي لا سعود أيوديد مدين لم إبسني كرا تذكر الله ما سعاني كرت موسن لهن ساس وشقي وليس فيه النهي كريبتانكم مسجون عن بيعها ابن تذي وذبحها قور عذي والركوبها فولتان كذي في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحد اسكبداي كل ذلك أرنك أسقى وإبت قور عذي فولتان غير صحبة النبي إيو ما سواه وحي كصهر ومن التصرفات ما ملك هشل وما مش جائز وبنايه لا منع منه خيبتان مجر إلا من مصاحبة النبي بها وحقه لديذئن إن النبي لا صاحب تال لديذ موي انت كروا الوقت تذكر ويكس ميسن كرا لأن هذه التصرفات تصرف كاسي ما ملك كلها دمانت كانت حياتي جائزة من بنان فمنع والر فمنع بعض منها قار لديذ نبي إن لا صاحب تاون لديد موي فهدي قار الرب فبقي الباقي
وسي غير المعينين معينين حبابيه اني بنانته ضدك معاصي السمي قاركود اني لنا على اني بنانته ايغون شخص غونهان قف لو عيني سي غودهان ظالمين تنعلد الله كريد قف علوم جديد مقت لكن قف كي الهي ونعلد اما الرسول كيسو ونعلد مقعد شيء ونعلد كاس كومجر سي غودهان مركو ما خا نوغلا ريباي نعلد اني بنانين قف شخص لا عينه اني بنانين تن وحا واي ايدون قف غونيها لولا جيدي سي غودهان ان لو نعلد اني بنانته جواز لعن بعض الأصحاب المعاصي ضدك معاصي السمية قار كمدة إن الله نعلا غير المعينين أي كل عين أو العين أو الشيء قال تعالى إله وحير ألا لعنة الله نعلا نحرس ألك فغاشة على الظالمين ضدك الظلم جوض نعلا كركوض الله يرى مركان ظالم كما قفك وشيح الله رجي ذا مي سجود الله شيء وقال تعالى فأدن مؤدن بينهم اللعنة الله على الظالمين ووقت نار تمركي لقي هل نار وحو ربي فأدن وحو أغيسي مؤدن مد أغيسيس بحي بينهم أهل النار كي أهل الجنة مركي أهل النار نار تحيلين وأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرهما مركز وحلي فأدنا وحو أغيسي مؤدن المد أغيسي بينهم لحدود اللعنة الله إلهي إن على ديس على الظالمين ظالمين تكركوض ها أهد مركز ظالمك قفك قونه الله شيء عدكستو ظلمك ودى الله لجيدا وثبت وحكين الدنيا انت الشيء والنبي النعل ذي وثبت في الصحيح وحاكس من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نوانو إماد الدنيا وحو النبي قال لعن الله الوالسة واصلة تي حرير نيس نعلتها كدعد والمستوصلة تي لو حرير نيس لعنتها كدعت بابك سوى إمادهم حيتا وحنا دهن قال هذا بدنا إن بدن سمي كون مسلمين هان وابكو ضيدين تمهان أي مات اللي قسمي مضحو سمارك مصنوعة وأن علذين دهتك سمي كي سمي تي سمي نيسي إتي اللي قسمي ني لبض واصل وحال ده مدي حرير نيس شقاط قبنيس أو تمهان دودوبي أو تنكاركو حرحيري مستوصلنا وحالنا مد الله سمينا تي تما حريرينيس اتي لو حريرنا لابد بوانا على ديهين بحال الهي سيد كو أبوري بوحك كو داما مالها أدين قال الله هذا أب أبضان وقوانا مدحان وينيك أبضان وبلايد أي كحرتان سارتين وانا على ديهين وأنه قال وحكر النبي قوير لعن الله آكل الربا ربا ذا كو عنا نعلتها كو دعد قفك قونه ما الله لجيرا مي وعام وعكره النبي يري وأنه لعن وحو النبي على المصورين كو السور هذا قال وأن علديه أو لديه دون ما نتقيام وحن أثم ميسان نفسه قلي وحكره النبي يري لعن الله من غير منار الأرض دلك سهد ميس عدة دوريس منار على محل رجدة حدودها إن بضم حي أبانته بيره مرت بيرت الوين بيدا تشكلي نور بس سهدم على مدى الله سمي بلديها نفط ضوء سجلايا ضدك ميلها حدودها إيه سهدمها الله سمي بيرها إيو بلديها نظام كل لغوت رجلي بدلا أو كب حنا قارو حسمينا بلود كيسي لغوية بلود كلا كل جن صومان سهدين بود حيسي قارو هبين كي بحنا المشي كب حنا بيرت كان حدود بيلد كان حدود إيلاد حدود بو كب بدلا نكى نوع عسير
سهدمده لو سميها بدلا نعلد كل عد أي النبي لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من أوى محدثا لعن الله من غير ما حديثه سوى أفر السلمان ننكي لبدا الشير نعلد نعلدها كل عد إلهي غير كيس ننكي وحقه ورع وري النقية قبر النقية ما إلهي وحنكو ورع وأبكين الدون كل والنعلدين وأنه قال وحو النبي لعن الله السارق توب الله نعلد يسرق البيضة أكون حضي أكون والفير والنعلدين كعنتان كنتن نفوقي لي جوكتها هذه اللي قوي يقف اللي قوي مقال رب حينا كنت نفوقي له قعنتي قيماس جوكت وحلو قوينا وكون هدو حدا كور مركان ننكي وكون حدا وحير وحيكو قوينا وحوين وهي أيضاً والله نعلا وحكى له النبي لعن الله من لعن والديه ننكي لبديس والد نعلده نعلده قد عد سيكودعي قفكلا أبيس إهو يديس أثوحك شيء أثعين مركز هو إذا إي أبا أدي الله نعلده يا سبب النقد أدي نعلده قد عد النبي ولعن الله من ذبح لغير الله إلهي غير كيس نوح قورع نفس قورع سومات وحوليه ولفلانه وحسك أدوق فلانها ووحي نوعاسها وحصودا لما أقرأ هذا مركز قورعيس واحد أصدقين أصدقين لكن مركز قورعي ولفلان حسكيسي ووحن شيخ فلان حسكيسي هذا الكهدا سجلي سنف كات معينا ضمان مجالد المدينة قف بدعة إيوحن دين تصل كلهن تحت هذا كان أما قف بدعة إيه بلايد وذ سود ويست ملائكته إيو الله إيه مؤمنين ضمان وحويري مات نعلى ضوضها كل عدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال وحكى الأوث نبي اللهم لعن رعلا وذكوانا وعسيا عصوا الله ورسوله ونمك صحابة الامي سدح قلواي رعل الذكوان عسيا سدح قبيل اسنان على ذي ام حير اله رير رعل عد فلان في مدهن هبل مدهن قبيل تكر لك الشيء ورير ذكوان إرير عصي سد حدب النعلتها كل عد مركز عصوا الله ورسوله إله إرسول كيسيك عاسيين محوظنا إذن قف قولي لو الشيقين سقو ذهانيات إن الله عدوى عد إرير هبل أيها النبي وهذه شيخ وحي النواوي هذه حكو إشارة رعلا ذكوانا عصية وإله إرسول كعاسيا ثلاث قبائل وسدح قبيل من العرب كمده أغاو وأنه قال وحكى النبي نعلد مركو سجو لعن الله اليهود يهود نعلتها كدعد اتخذوا حيكي شيء قبور أنبيائهم أنبيضوا قبوره يعني مساجد كدكتنوا قبوره فمال إلهي لو عابد الله قد أيضا نعلد كل عد عدوا قونه قف قونه لمشي يهود الله وعام وحكر النبي لعن الله المتشبهين كو إسوء كيسية من الرجال الرقاء بالنساء ناغا إسوء كيسية والمتشبهات كو إسوء كيسية ومن النساء ناغا بالرجال الرقاء إسوء كيسية يعني وحوى هذا وقت هذا وابا اللغفانة ضد وحوى قابك بالعانتة يقول الله فيونا ركب بالعانتة وقال قابك كذا يحرنا وحوى عدك ناقيه بي اسكي جيرنا كو نوع عصو اسناغ ناقيه ورقه وقابك ناقه قلنا قاني نعلدها كودا عدا هوينك ايقنا سيدي رقه قلنا بسيني يا ركا ماتيريول كلا قوسنا ماه
لكن سروال إشاتي قوادها وحيران سوامار شغلت من شغلنا عقيدها قارد هندن فيرت سوال الذي إيوالله تميشان وموديس واحد إن أنت إن لك لقرني قابك رجعي أولا بسني قابك رجعي أسعوني عدك رجعي يسمين إذن وأن على ظنت مركا عد قوني الله شيء جملة نمنك ناقها إسكالي وقاب كود إسكوشي بهن نعلتها كود عد ناقها أيقا رجع سؤال كيسي نعلتها كود عد إنت أحاديثة وهذا أنت المامين وقيب غيب لوسو قال حديث الباب كيس اسكو إمادي دونا لكن وحشيخ النووشي أيضا قف فلان لديهن سجود أهانيت ساس نعرض وأوب نانتا وجميع هذه الألفاظ لفظيال كان أنصوشي رمانتوت في الصحيح أي كسر بخاري أو مسلم يعني بخاري طبعا صحيح أقول الجدا بعضها قاركات في صحيحي البخاري ومسلم كسوبيهن وبعضها قاركان في أحد متكود كسوبيهن شيخ النووي رحمة الله عليه وإنما قصدت أنا أقول قصد كيد أن أحاديثنا هذا أن قصد كان كوشي الاختصار وقابل بالإشارة إليها وأنكو إشارة وركو سوق قابيه ماله أي مارتي وكو إشارة وسأذكر وشيء دونا معظمها حديثا وين كود إبطن كود في أبوابها باب يالكذا نكو شيء دونا ومن هذا الكتاب كتاب كان باب كي حديثة كسو أرر ينكو شيء دونا إن شاء الله تعالى إلى هدويرة لكن هذا وحياري إشارات بان كوسو شيخ شيخ سأسوله باب تحريم سب المسلم قفك مسلم كإن اللعايو إن حارانته بغير حق هذه لكن وح إن اللعايو شريعة أي أبن هذي جران صح لكن السبب لا إن اللعايو قفك مسلم كحرام وي باب تحريم سب المسلم مسلم كعيديس حرام نمذيذو بغير حق حقلان لوحي قال الله تعالى الله وحيل والذين قوة يؤذون الدبا المؤمنين رق مؤمنين تهدبوا والمؤمنات هوين كمؤمنات كدبوا بغير ما اكتسبوا وحين أي كسب دم بأي سمين كدبوا كعايو فقد احتملوا قوة صحيح حنبارين بهتانا نبيا إيو إثما دم مبينا عد أيضا ذكر توصي الشيخ عربي رق مؤمنين تا إهوينك مؤمنات كا تتك ليبا إعايا أو وحين أيقو دم بأين لهان كعايا دم بوين أو نبيا إثم بيقر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وركض بالجيس قفك مسلم كعيد العايو وفاسق إنما قفك ضعديك بحن قف مسلم مؤمن دم وحبات سمين عين وحسين بعد كل شيء هذا فاسق نقنا عيد دم بجمع فعل تقال أسكو قادنا وابق قال لي ما وابق ديش نعلى ديس المحان صومرني قتلي سي لمت سباب المسلمي مسلم كعيديس فسوق فاسقن ولقو فاسقو بي وقتاله دل دقال لرد قال لبا ولا ديلون كفر وقال لي ما متفق عليه أدو حلاشة قريب وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه أبا ذر سمع حكم مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي والله كما غلبوا لي لا يرمي كمجانو رجل نن رجل ننكر بالفسق فاسق نما أو الكفر أما قال لهم إلا ارتدت عليه أصغي كسر نقوني وسيدنا على الأقل فيه قف مسلمة أو مؤمنة أسر وفاسق يا فاسق يا كذا منع كافر أضادي ما هذا بهن سوما أديا نقونا فاسق هذا كافر نقونا إن لم يكن هذا سنهن
صاحبه قفك أسرع أصيد كير كذلك هدوسنهن هذا مثل فاسق فاسق إنكار قاد وبعه هدوية أنتها وفاسق أستها هو شخص أت كجر كم فاسق بيس هذا بقال ليه وقال ترى كم وعوي قال لهم كوج إمامه لكن قفك أن لبده بهن قال لماها فاسق لماها لبده كشكت أذا يكوسوا النقاني هدوسن قفك سأسهم إلا ارتدد عليه لا يرمي رجلا رجلا عن وحيدي بالفسق كمجنوا لا يرمي رجل رجلا بالفسق إسلامتنا والله ميت هذا نبى الله شيء هواني دنا والله ميت بالفسق كمجنوا أو الكفر إلا ارتدد عليه ويكسر النقاني إن لم يكن صاحبه هدوسن أهان قفك كذلك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحن النبي المتسابان لبد إسعايي وهذا الكسكتوري ما قال أي إثم ما قال وح أي رهان وهذا الكسكتوري دا دنبك كإمار فعلى البادي كي بلا بكر كيسا أي دنبك هذه منهما لبضور حتى يعتدي إلى أسحد قدب ككين المظلوم متك الله ظلمه لقى قردري لبروح با إسأف لقى دي وعي مدبا بلابي مركا هذا الكدير لسكسوعي وحوى دنبك يا يالني كان بالله دنبك الهان لكن هذا أنت سنين كان كله لبجبار كان يسد حس كل عيسى مركز أيضا دنبك وأسل الذي لكن عيد مركور نينكي بالله بعد دنبك يالني هذا أديك حد جود بيرات كلا اللي إما دنواي أنت إن تكون جوكت أيها المتساباني لبدي إسعايي ما قال أي معنى ذو حلول جدا إثم ما قال وحي لهن دنبك كإمار فعلى البادي كي بالله بكور كيس أي أحد منهما لبد إسعايي نكي وركب بالله حتى يعتدي إلى أسحد قذب ككينا المظلوم متك الله الظلم هذو ديرات إمار دنبك مركز ويوذايا رواه مسلم وعنه عن أبي هريرة قال أبو هريرة وحيري أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نبي وحالله كان نن قد شرب الخمر نن خمر عب نن خمر عب يؤرد عبالة كان سل وقوفية محكمة لو جيدر أتي النبي برجل بالله كان قد شرب خمر عبي عبي وحالله الخمر قال وحول أبو هريرة وقال وحول النبي اضربوه قرع هلا قرع دمرك ذاتك وأسكوك التقال فقال أبو هريرة وحول فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه وحال الله يقول لك هلا كرباش اضربوه قرع أيها النبي وحان أبو حنوي نين أرباحتي كرفتي نين كب أسيفتي وكب كقرع نين مرضك كقرع ساتا الله كالبح والسكوك التقي فمنا وحانا غامل الضارب بيدي مدقى عن تيس وحوى يكون فتي درباحتي لقالي ومنا والضارب بنعلي مدقى بها كبهيس كقرع والضارب بثوبه مد مرديس كقرع فلما انصرف مركي لديه ويتدك كسو قدومين سحمالو دري موقت قال بعض القوم قال واحد أخذك الله الله كهوجي وابا محايل دادك أسكوكت كب كلف قعان كلف مرة كلف دادك رعيه الله كهوجي وابا رين موقت سحن بايدها مركا مفي عنه فقال وحو النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا هذه السداس ورؤك هذه لا تعينوا عليه الشيطان شيطان كانك أقوك كالمين معلم مركور الشيطان أصدقى خمرة عبسي أو إرد كرد حدث دان الدشان أصدقى إنكار الله كبرد شيطان وأسيد الربا هرأ أصي وضل سيجيدنا نك الشيطان هؤك المينين هعينين أوك هذه هذا بحدود لقوا فيه قفكم مرتمك الدنب قال
ودمبي مركان حلوفي هدي لسي اري او لغسي دبكال بحدي مركان سوسان كوغمدير هدي وتمس ومجير تتك سوسان كوغمجير سكس مركان كفت على كوكالي شيدان وسود الربا لا تعينوا عليه الشيطان شيطان هاوكا المينان او نبغي وسود مكرو مع سيدو شيطان اوكر هي هدي هاد وعي لو مانتي لوسي فوي شيطان سيدو ربا يالاني بكر وعنه حديث أبو هريرة أيها كانوا أسق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبرا كامل من قذف ننكي قذف مملوكه أدون كيس بالزنا زنا كو قذف يقام عليه ولقوغي الحد حتى لقوغي فيني يوم القيامة إلا أن يكون إنو يهي مويه كما قال السدير والدم بمفتوس كعي أدون كادي أصل العير زاني واي بلاي وقطف وعكتوري أدون تان وزاني أدون كان وزاني مركز السيد كموقت ملوغو قباني أدون كسل هذا السيدة تيرا لغو معاتي حد لغم أوفنا ما ننتقي يا عقاب إذا إليك أوفنا يا إلا إن أي تاه سيدة الشيء أدونك بدأت بزاني هاي أما أدونت زاني تاه صحو هاي لما لا لكن السقون أهين ذنبي أذكرك كسارت هذه حد حدود اللي قاقموا أوفين هاي قيامة مركز لتاقى يا ذنبي أذكرك هاي أصدين كان قطورتي حد كيس هذه اللي قاقا أوفين هاي من قذف مملوكه كي أملكي أدون كيس هاي نكي قطورو بزنا يقام عليه نكي كتوري ولقوا بسيتي الحد حدك وحلقوا فيني عقوبات الجود بلغايا يوم القيامة إلا أن يكون إنوية أدونكم موية كما قال السيد أشيك إنوية متفق عليه حديث المسلم البخاري أي سووري كير من كسجلين باب تحريم صب الأموات تتكي لنتي إن العي حرام بغير حق حقلان لوعي إيو مصلحة شرعية هذه مصلحة شرعية هجر إني وح لقى الشيء سدتك اللي وجدك وبنان لكن السبب الآن دتك أنت إني وح لقى الشيء ملا ما أقوله وهو مصلحة وح لولج التحذير دكتوري لو وجدك أيو من الاقتداء به وحسب هاي بنك نن علماء هاي لكن بدعة أيو إيه بلاي أسود الجري إني يعني مركان دتك لو جد ورني كاس أسمعت علم جيس إيه وحيد قادني نين بدعة لو أيوها نين كاس هالسك الجر شرع ومركاسي ده أما نين حنوفاسق وبلاي أيوها جد كيس إني دتك مران اللو جدي مركز أقرب بينات وهو التحذير يعني حق إيه مصلحة مركي لغوشي والدقيتان من الاقتداء به لغضيد في بدعته وفسقه ونحو ذلك وفيه وحاكسه باب كان الآية أيدي والحديث أحاديثي السابقة نص حرمتي في الباب قبله باب كان انت حديثه باب كان هراسو دمينيك إماد باب كان هو لدريشني كرا وعن عائشة رضي الله عنها قال عائشة وحيتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات ذاتك لنت حباك الشيخين ها عيننا وفكوا ذاتك لنت هذا سوانا قوذي هذا حمان قوذي وحي أبا الكيسة واب الله كل مئ هذا وحباها فرقين فإنهم أيوه قد أفضوا ويقارين إلى ما قدموا وحي هر مرسدين وعمل كودها ويلك المنوان لقى أبا المريء أدي وحبا هكشي روايتك لو حيكو دريس فتؤذو الأحياء تتك النور أسلب تانوه عينين كان وعد انت هذا سوح كشفت دت كيس النورا وأنتو هكو حمانا دقالا كي أي كينا مركان دت كان وعد بيسين أي كان عمل كودوا لك المن وحبا كشي لا تصبوا الأموات تتك انتهى عينه فإنهم أي قد أفضوا ويقارين إلى ما قدموا إلى ما قدموا وحي هر مرسدين إلى ما قدموا وحي هر مرسدين
أعمى شودها مركان عاي دوده إيوحك شيغي دوده فإذا كما فرده فرح كقادة ذاتك نولاين أو ذاتك أسقرابده واني بيسين أيكون عمل كده إلا كل من هوش أسداي أيوير النبي رواه البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم باب النهي عن الإيذاء ترسيد ما قبله.